اهلا بكم في حلقه جديده من كورس تعلم احتراف الرياضيات. والنهارده هناخد من اين اتت معادله مفكوك كسرات الحدود من الدرجه الثانيه. بيبقى عندي حدين تبقى متربعه. ليه المعادله دي مفكوكها بيساوي ايه تربيع اللي هو مربع الحد الاول ومربع الحد الاخير، وبقول 2 في الحد الاول في الحد الثاني بنفس الاشاره يبقى 2 اي بي. تعال مع بعض نشوف السبب ليه او جت من فين. لو انا عندي قطعة مستقيمة قسمتها بنسب عشوائية A و B، فبالتالي طول القطعة المستقيمة دي A زائد B. لو انا عايز اجيب المربع معناه ان انا عايز اجيب مربع طول القطعة المستقيمة. كلمة مربع يعني انا بنشئ مربع على القطعة المستقيمة، فابتدي اكون مربع بنفس الاطوال بنفس النسب اللي انتوا شايفينها، واعيد تقسيم المربع اللي قدامك ده الى مساحات صغيرة. بمعنى ان انا عند النقطة اللي هنا والنقطة اللي هنا بشد خطوط زي ما انتوا شايفين، وبالتالي عندي كم شكل؟ عندي اربع اشكال صغيرة اتقسم لها المربع. عندي الشكل الاول ده مساحته ايه؟ ايه في ايه لانه مربع، هيبقى ايه تربيع. الشكل التاني اللي هنا هيبقى مستطيل، هيبقى الطول بي والعرض ايه، فبالتالي مساحته ايه بي. نفس النظام هنا مستطيل، هيبقى الطول بي والعرض ايه، يبقى المساحة ايه بي. ده هيبقى مربع بي وعرضه بي، هيبقى مساحته بي تربيع. بالتالي مساحة المربع الكلية بتساوي مجموع المساحات الصغيرة المتقسم دي، هتبقى عندي A تربيع زائد B تربيع، وعندي A B و A B هيبقى 2 A B. فبالتالي المعادلة دي اللي هي متربعة معناها مساحة المربع أو مربع طول القطعة المستقيمة هتبقى مربع ال A A تربيع زي ما انتم شايفين هنا، وعندي ال B تربيع اللي هي هنا، A B و A B بجمعهم يبقى 2 A B. وده كان السبب اللي جت منه الـ A زائد B لكل تربيع، ليه طلعت كده. وكده انتهى فيديو النهارده، ولو عندكم أي استفسارات وأسئلة سيبوها لنا على هي التعليقات أسفل الفيديو، وما تنسوش اللايك وشير وسبسكرايب، شكرا جزيلا.